بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حلقه جديده مع كوره كل يوم. النهارده الحلقه الختاميه في عام 2014، ان شاء الله هنعمل حلقه تكون مميزه وهنستعرض فيها كل الاحداث اللي حصلت في 2014، الاحداث الجيده والاحداث السيئه رياضيا طبعا، يعني هنشوف الافضل في 2014 ونشوف انجازاتنا كرياضه مصريه. مش هنتكلم في الكوره بس، هنتكلم في كل الالعاب الجماعية والفردية ونشوف الإنجازات بالنسبة للرياضة المصرية ونشوف الأسوأ، إيه الحاجات السيئة اللي حصلت لنا في 2014، ونتمنى إن شاء الله إن هي ما تكونش موجودة، الحاجات السيئة ما تكونش موجودة في 2015 ويبقى عهد جديد وبداية عصر جديد للرياضة المصرية وللمصريين إن شاء الله في 2015. النهاردة عاملين حاجة مختلفة، بداية الحلقة هيبقى حصاد 2014، وبعدين هستضيف كل نجوم قناة النهار رياضة، ومش بقول نجوم يعني مذيعين او مقدمين برامج، لا، قناة النهار رياضة كلها نجوم، والنجوم اللي ورا الكاميرا اللي انتم ما بتشوفهمش اهم من اللي قدام الكاميرا. يعني احنا عشان نطلع نقدم برنامج او نعمل نجاح او نبقى الشكل كويس في البرنامج، في ناس كتير جدا بتشتغل عشان تطلع كريم بالشكل ده، في اعداد برئاسة اسلام صادق، في اخراج برئاسة محمد بيومي، في فريق انتاج بيوفر لنا كل سبل النجاح طبعا محمد شحاتة واسلام فرج، في مصورين، في عناصر كتير جدا في جوه في المونتاج، ناس مونتير وناس بتظبط وناس بتظبط الصوره وناس الجرافيك وحاجات كتيره جدا جدا، وفي ناس بتجيب لنا اكل في القناه، وفي ناس بتعمل شعرنا، وفي ناس بتعمل لنا ميك اب عشان لو في حاجه ديفوهات في الواحد ولا حاجه تتظبط على الهوا. ففي حاجات كتير جدا جدا جدا، وفي نجوم كتير جدا مجهوله ليكم النهارده ان شاء الله هيكونوا موجودين معانا، بالاضافه طبعا هنا المراسلين طبعا اللي بينورونا دايما في الملاعب ويجيبوا لنا الاخبار ويجيبوا لنا اللقاءات الحصريه مع اللاعبين والمدربين والاجهزه الفنيه. النهارده هيكون ان شاء الله في معانا مراسلين قناه النهار كلهم، شادي المأمور واحمد وجيه ومصطفى الراسخ وسامح الفيومي ومحمد طه، ان شاء الله هينوروني وهنعمل فقره جميله جدا. هيكون معايا زملائي في قناه النهار رياضه مقدمي البرامج والمذيعين اللي بيعملوا برامج في قناه النهار رياضه، هتكون معانا شيمة البنوتة الوحيدة بقى اللي بتقدم برنامج هنا في قناة النهار للعنصر النسائي، هيكون معايا كابتن أشرف ممدوح طبعا نجم كبير ومميز جدا في برنامجه، هيكون معايا زميلي محمد عباس طبعا من الشخصيات الجميلة جدا، هيكون موجود معانا برضو في فقرة المذيعين، وبعدين هنستقبل بقى نجومنا نجوم الاستوديو التحليلي كابتن وليد صلاح الدين وكابتن علاء ميهوب وكابتن نادر السيد والأستاذ إسلام صادق رئيس تحرير برنامجنا واللي هو بيعمل الإعداد كله في قناة النهار رياضة، وهيكون طبعا ضيفنا الرئيسي بقى كمان الأستاذ إيهاب جلال رئيس القناة إن شاء الله، ونتكلم على الكواليس والحاجات اللي بتحصل في قناة النهار رياضة ونستعرض الحصاد، ويعني وفي الآخر بقى هندخل كل العاملين محمد أبو الليل فقرة العالمية، ياسر صادق وعبد الحكيم علي ومصطفى نوير وكل العاملين ومسناء الحلواني وكل العاملين طبعا في فريق الإعداد، مخرجين هيكونوا معانا، وتشوفوا الناس كلها على الطبيعة عشان تكون الحلقة الختامية ل 2014، ونتمنى إن شاء الله مع بداية 2015 يكون في تطور في كرة كل يوم ويكون في نجاح أكتر إن شاء الله بيكوا طبعا بالمشاهدين اللي بيتابعونا. النهاردة مش هتكلم في أخبار وإيه اللي حصل والزمالك عمل إيه والأهلي عمل إيه، لا، هتكلم في الحصاد، الحاجات اللي حصلت في 2014. معانا تقرير كده يلخص لنا القصة، وبعدين ناخد كل حدث حصل في 2014 سواء حدث إيجابي أو حدث سلبي، سواء نتيجة جيدة للمنتخبات المصرية أو اللاعبين المصريين أو حاجة ما كانتش جيدة وإخفاقات حصلت في 2014. تعالوا نشوف التقرير وبعدين نرجع نستعرض حصاد 2014. شهد العام المنقضي 2014 العديد من الأحداث الرياضية الساخنة والتي تصدرت مشهدها كرة القدم بصفتها اللعبة الشعبية الأولى في مصر، والتي ابتسمت للنادي الأهلي بحصوله على لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه،
وكشرت عن أنيابها في وجه المنتخبات المصرية بالفشل في مشوار التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية. فعلى صعيد النادي الأهلي، رحل مجلس حسن حمدي وقائمته على سفينة النادي الأهلي بعد مسيرة طويلة من الإنجازات والعطاء على مستوى جميع الألعاب الفردية والجماعية، وذلك بداعي تطبيق بند السنوات الثماني وإجراء انتخابات بين المرشحين محمود طاهر وإبراهيم المعلم على عرش رئاسة القلعة الحمراء، لتفوز قائمة محمود طاهر برئاسة القلعة الحمراء لأربع سنوات قادمة. وربما تكون العلامة المضيئة هذا العام من قبل النادي الأهلي الذي توج بفوزه بالبطولة الكونفدرالية كأول ناد مصري يحرز هذا اللقب الإفريقي الغالي، رغم اعتزال أكثر من لاعب في هذا العام وعلى رأسهم محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وسيد معوض. كما فاز الأهلي في هذا العام ببطولة الدوري للموسم الماضي، وكذلك بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك. وبالنسبة للقلعة البيضاء، فقد فاز أحمد حسام ميدو مع نادي الزمالك ببطولة كأس مصر قبل أن تتم إقالته، ويتم تعيين جهاز فني جديد بقيادة التوأم حسن حتى تمت إقالة هذا الجهاز، وتعيين البرتغالي باتشيكو بمعاونة محمد صلاح والذي يقدم مستويات جيدة في الدوري العام حتى الآن. وعلى صعيد المنتخبات، كان الإخفاق في التأهل لكأس الأمم الأفريقية لثالث مرة على التوالي بمثابة صدمة للمصريين الذين استمتعوا خلال العقد الماضي بفترة ذهبية أحرز فيها المنتخب المصري اللقب القاري ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010، لكن منتخب الفراعنة بقيادة شوقي غريب مني بأربع هزائم في مجموعته والتي ضمت أيضاً تونس والسنغال، ليفشل حتى في التأهل كأفضل فريق يحتل المركز الثالث. وجاء ذلك بعدما فشل منتخب تحت 20 عام بقيادة مدربه ياسر رضوان في التأهل لبطولة أفريقيا للشباب لأول مرة منذ عام 99، كما أخفق منتخب تحت 17 عاماً بقيادة جمال محمد علي في الصعود لبطولة أفريقيا للناشئين. وجاءت أبرز الأحداث الرياضية في يناير الماضي حينما انتقل اللاعب المصري محمد صلاح لصفوف فريق تشيلسي الإنجليزي في صفقة ربما الأفضل لأي لاعب مصري على مدار التاريخ، فتألق اللاعب ولفت أنظار العالم كله قبل أن يظل اللاعب حبيساً لدكة البدلاء وربما خارق قائمة الفريق في الفترة الأخيرة. ومع دخول العام الجديد، تتجه كل الأمنيات نحو مستقبل أفضل للكرة المصرية على صعيد المنتخبات السنية المختلفة، وكذلك أندية الأهلي وسموحة في بطولة رابطة الأبطال الأفريقية، ونادي الزمالك وبتروجيت في البطولة الكونفدرالية، في عام يتمناه الجميع في الوسط الرياضي أن يكون أفضل من سابقه على الكرة المصرية وعلى الرياضة المصرية بشكل عام. تعالوا نمسك حدث حصل في 2014 على مستوى كرة القدم وعلى مستوى الألعاب الأخرى سواء ألعاب جماعية أو ألعاب فردية. نبدأ بكرة القدم، لازم نبدأ بكرة القدم ونشوف البطولات اللي كانت موجودة في مصر. كان في الدوري المصري، النادي الأهلي حصل عليه بفارق هدف عن نادي سموحة، ويمكن كان في مفارقة غريبة جدا لما الأهلي خد الدوري، خد الدوري بهدف أحمد علي لاعب نادي الزمالك، لما أحمد علي أحرز هدف في مرمى نادي سموحة، فالنادي الأهلي فرق عن نادي سموحة بهدف
وخد الدوري بعد لما الفرقتين الاهلي وسموحه اتعادلوا 0-0. طيب ده الدوري المصري نادي الاهلي حصل عليه في 2014 مع الكابتن فتحي مبروك. دي اهداف الدوره الرباعيه لو تفتكروا، الاهلي وبتروجيت والاهلي وسموحه والاهلي والزمالك والزمالك وسموحه والزمالك وبتروجيت. النادي الاهلي حصل على المركز الاول زي ما قلت لكم بفارق هدف عن نادي سموحه اللي جه في المركز الثاني، الزمالك جه في المركز الثالث، وده يعتبر مشكله كبيره للزمالك ان المركز الثالث ده خلى نادي الزمالك ما يلعبش دوري الابطال في افريقيا السنه دي وهيلعب الكونفدراليه، ونادي بتروجيت حصل على المركز الرابع وهيشترك في الكونفدراليه. دي مباراه الاهلي وبتروجيت، ودي مباراه الاهلي وسموحه. المباراه انتهت 0-0 ما بين الفريقين. النادي الاهلي اعتزل من عنده لعيبه كتير جدا السنه دي، محمد ابو تريكه، وائل جمعه، محمد بركات، سيد معوض، اربع لعيبه تقال جدا في النادي الاهلي. طبعا اعتزلوا، دي مراسم التتويج في النادي الاهلي بعد الفوز ببطوله الدوري. كنت اتمنى ان دايما تتعمل حاجه احسن من كده في الدوري. الزمالك لما خد الكاس عملوا مراسم تتويج حلوه في الملعب. ده فوز النادي الاهلي بالدوري، مجموعة كبيرة من اللاعبين الصاعدين مع الكابتن فتحي مبروك المدير الفني السابق للنادي الأهلي. كان كابتن محمد يوسف بدأ الموسم وتكمل بعديه كابتن فتحي مبروك، والسنة دي في بداية يعني موسم 2014-2015 الدوري الجديد اللي احنا بنلعبه تم التعاقد مع خوان كارلوس جاريدو. تعالوا نروح للسوبر الأفريقي، والنادي الأهلي برضو حصل على السوبر الأفريقي في مباراته مع الصفاقسي التونسي، المباراة اللي كانت في استاد القاهرة وانتهت 3-1 لصالح النادي الأهلي. المباراة دي كان النادي الأهلي بيلعب باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا في الموسم اللي قبليه، وبالتالي لعب مع نادي الصفاقسي بطل الكونفدرالية، والنادي الأهلي فاز في استاد القاهرة 3-1 وحصل على السوبر الأفريقي في عام 2014. يبقى الاهلي واخد دوري، واخد سوبر افريقي، واخد سوبر مصري. البطوله اللي اتلعبت في شهر 9 في افتتاح الموسم الجديد لما لعب ضد نادي الزمالك، وكان الزمالك قريب جدا من الفوز وتقدم على النادي الاهلي بضربتين ترجيح، وبعدين الزمالك ضيع وقدر النادي الاهلي يفوز بالمباراه في سيناريو غريب جدا في ضربات الترجيح، وقدر النادي الاهلي يفوز بركلات الترجيح وبالتالي يفوز ببطوله السوبر المصري. دي كانت أول بطولة لإخوان كارلوس جاريدو، كان ساعتها الكابتن حسام حسن هو المدير الفني لنادي الزمالك، وكان مباراة غريبة جدا، المباراة كانت قوية وفي في 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 الوقت الأصلي، وضربات الترجيح راحت للزمالك في الأول وبعدين رجعت للنادي الأهلي، وكان سيناريو غريب والأهلي توج بالسوبر المصري. يبقى كده ثلاث بطولات، سوبر أفريقي، دوري مصري، سوبر مصري، بالنسبة للنادي الأهلي ثلاث بطولات في 2014. نروح للبطولة الرابعة وهي بطولة الكونفدرالية، ودي أول بطولة يحصل عليها أي نادي مصري في تحت المسمى الجديد. قبل كده طبعا في فترة الثمانينات والتسعينات كانت بطولة اسمها كأس الكؤوس الأفريقية، ولكن اتحولت واتغيرت نظام البطولة، بقت كأس الكونفدرالية أو كأس الاتحاد الأفريقي، وفاز النادي الأهلي فيها بصعوبة شديدة جدا بهدف عماد متعب طبعا، وكان المباراة قريب من حوالي 3 أسابيع أو شهر، وقدر النادي الأهلي يفوز 1-0 بهدف عماد متعب في الدقيقة 96 ويحصل على بطولة الكونفدرالية، ودي تعتبر البطولة الرابعة للنادي الأهلي في كرة القدم في عام 2014. كان عدد جماهيري كبير في استاد القاهرة حوالي 50-55 ألف متفرج. مباراة برضو كان النادي الأهلي يعني متعادل فيها لغاية الدقيقة 96، وقدر عماد متعب من تمريرة وليد سليمان يحرز هدف الفوز، وهنا حسام غالي بيشيل كأس الكونفدرالية الأفريقية. نروح لكأس مصر، وكاس مصر هي البطولة اللي ناقصة، وقدر يفوز بيها نادي الزمالك مع الكابتن أحمد حسام ميدو مدير الفني لنادي الزمالك، وقدر نادي الزمالك يفوز ببطولة كأس مصر بعد ما تغلب على نادي سموحة في المباراة النهائية 1-0. دي البطولة الوحيدة اللي فاز فيها الزمالك السنة اللي فاتت بهدف حازم إمام على نادي سموحة. سموحة كان هو وصيف الدوري ووصيف الكاس،
وطبعا كانت أول بطولة للمجلس الجديد برئاسة المستشار مرتضى منصور، وكان ساعتها عبد الواحد السيد متواجد في نادي الزمالك وكان هو كابتن الفريق طبعا قبل ما يرحل إلى مصر المقاصة، وتسلم نادي الزمالك كأس مصر للموسم الثاني على التوالي. الموسم اللي قبليه كان الزمالك برضو كسب الكأس مع الكابتن حلمي طولان، وده الموسم الثاني للزمالك على التوالي إن هو يحصل فيه على بطولة كأس مصر. طيب نروح لأهداف لا تنساها جماهير النادي الأهلي في 2014، أهداف حاسمة وأهداف مهمة جدا في 2014. أول هدف، هدف عماد متعب اللي هو اللي احنا شفناه بتاع الكونفدرالية، ده هدف طبعا ما يتنسيش بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، والهدف ده يعني فرح الجماهير المصرية بقى، مش هقول جماهير النادي الأهلي، وقدر النادي الأهلي يفوز بالهدف ده، هدف لا ينسى. وبعدين إيه في الدقيقة 96 زي ما قلت لكم، فكان هدف وقت صعب جدا وكانت البطولة خلاص هتروح من النادي الأهلي، ولكن عماد متعب المنقذ بتمريرة وليد سليمان أحرز الهدف، وهنا الجماهير بقى الكبيرة اللي حضرت استاد القاهرة وفرحة كبيرة طبعا في مصر بعد الهدف. خلي بالكوا إن الهدف بقى ده بتاع أحمد رؤوف في مرمى الدفاع الحسني الجديدي في المغرب في أدوار التمهيدية، الهدف ده اللي صعد النادي الأهلي. الأهلي ساعتها كان مغلوب 2-0 وكان خلاص هيخرج من البطولة، وبعدين في الدقيقة 94 زي ما احنا شايفين في الوقت الضايع أحمد رؤوف سجل هدف خلى النادي الأهلي يكمل في الكونفدرالية. كان ساعتها كابتن محمد يوسف اللي ماسك، لو كان الأهلي اتغلب 2-0 كان هيخرج من البطولة، لكن الهدف ده هدف أحمد رؤوف اتعملت له من جده وقطع أحمد رؤوف وحطها في الزاوية القريبة، الهدف ده خلى النادي الأهلي يكمل في الكونفدرالية، وبالتالي بعد كده شفنا هدف عماد متعب في المباراة النهائية وخلى النادي الأهلي يفوز بالبطولة. ده برضه هدف من الأهداف التي لا تنسى بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. هدف برضه الأهلي والزمالك في مباراة الأهلي والزمالك اللي انتهت 1-0، الهدف ده فتح الطريق للأهلي اللي هو يحصل على البطولة، هدف أحمد توفيق في مرماه، كان ساعتها الزمالك جاله ضربة جزاء لمحمود فتح الله وما ضاعت، فالهدف ده فتح الفوز للنادي الأهلي ببطولة الدوري، فبرضه ده هدف من الأهداف اللي ما تتنسيش بالنسبة للنادي الأهلي في عام 2014. وشوفوا سبحان الله من شوية بقول لكم إيه، هدف أحمد علي لاعب الزمالك أعطى النادي الأهلي بطولة الدوري. يعني شوفوا النادي الجماهير الأهلي برضه ما تنساش الهدف ده، عشان الهدف ده خلى النادي الأهلي يتفوق على سموحة بهدف، وبالتالي حصل النادي الأهلي على بطولة الدوري. يعني الهدف ده لو ما كانش جه كان الأهلي وسموحة لعبوا ضربات ترجيح لما تعادلوا 0-0، لكن لما الزمالك دخل هدف في سموحة بقى إن النادي الأهلي يتعادل مع سموحة الأهلي يحصل على بطولة الدوري المصري. دي بعض الأهداف التي لا تنسى بالنسبة لجماهير الأهلي في 2014. مفاجآت بقى 2014، مفاجآت 2014 هو مفاجأة طبعا فريق نادي سموحة اللي كان وصيف الدوري ووصيف الكاس، وقدر يعافر مع الأهلي في الدوري ويعافر مع الزمالك في الكاس، وكان قريب جدا إن هو يكسب الدوري لو كان كسب النادي الأهلي 1-0، وكان قريب جدا اللي هو كان ممكن يكسب الزمالك في نهائي الكاس، فيعتبر الفريق المفاجأة في عام 2014 هو نادي سموحة، ولكنه متعسر دلوقتي في الدوري المصري أعتقد في المركز الـ 14، ولكن في بداية عام 2014 لغاية شهر 7 لما الدوري والكاس اتلعب وكان في المركز الثاني يعتبر نادي سموحة هو مفاجأة 2014. المفاجأة الثانية وهي إقالة الكابتن حسام حسن مدير الفني لنادي الزمالك من الزمالك، دلوقتي كابتن حسام ماسك نادي الاتحاد، ولكن دي كانت مفاجأة إن يتم إقالة الكابتن حسام حسن بسرعة مع بداية الموسم. السنة دي كان لعب مباراة السوبر وخسر بضربات الترجيح، لعب في الدوري مع طلائع الجيش وكسب بنتيجة كبيرة جدا 6-1، وبعدين اتعادل مع اتحاد الشرطة وتعادل مع الداخلية، وبعديها تم إقالة الكابتن حسام حسن من تدريب نادي الزمالك. دي كانت مفاجأة برضو للإعلام وللجميع أن يتم إقالة بهذه السرعة إقالة الكابتن حسام حسن من تدريب الزمالك. المفاجأة الثالثة لما برضو مشترك فيها كابتن حسام حسن، ولكن حاجة إيجابية بقى لصالح الكابتن حسام حسن، وهو فوزه وفوز نادي الاتحاد السكندري على الأهلي 4-1. ما كانش حد يتوقع
ان الاتحاد كان ممكن الناس تتوقع الاتحاد يكسب الاهلي في القاهره، ولكن ما كانش حد يتوقع ان الاتحاد السكندري يكسب الاهلي في القاهره 4-1 بقياده حسام حسن. فدي تعتبر برضو مفاجاه من المفاجات الاخيره في 2014، فوز الاتحاد السكندري سيد البلد على النادي الاهلي في استاد القاهره 4-1. دول كانوا المفاجآت بالنسبة لعام 2014. هنطلع فاصل ونرجع نشوف الإخفاقات اللي حصلت للكرة المصرية في 2014، وإن شاء الله ما تكونش الإخفاقات دي مستمرة في 2015 بإذن الله.